طب بصي بقى، انا مش عايزه اتكلم معاكي كتير، خلينا لان الناس بقى خلاص يعني الحلقات اللي فاتت انا ما اقولكيش على الاتصالات اللي بتجيني برضو، فالناس بتحب بقى تشوف الوش ايه اللي فيه، تحب الدكتوره بقى هي اللي تشرح، لان انا مش حلو ان انا اجي اقول لك اصل انا هعمل ايه في وشي، صح ولا لا؟ ممتاز. طب خلينا نشوف كارولين النهارده. اوكي خلينا مع بعض نشوفها. ايه رايك يا دكتور قبل ما هنعمل اسسمنت كده ما انت تشرحي مثلا، هنعتبر ان كارولين حاله هي جايه عند حضرتك، هتشوفي هي بتقول انا عايزه ايه، وبعدين انت تقولي هي محتاجه ايه. ايه رايك في الموضوع أوكي. ده؟ اوكي كارولين معانا ما شاء الله عليها زي القمر. اوكي احنا بس هنشوف حاجات معينه بتظهر معانا. الخطوط اللي موجوده هنا اعملي كده يا كوكي، ارفعي حاجبك لفوق كي. شايفينها؟ اوكي سيبي، دي خطوط تعبيريه. الخطوط التعبيريه دي مبدئيا وهي عندها مثلا 20 سنه ما كانتش باينه قوي. اوكي صح، بس ابتدت تظهر معاها كل ما بنكبر. اوكي وابتدت تظهر معاها وتطبع زي ما بنقول. بقت موجوده حتى لو هي ما رفعتش، مع ان سنها صغير. كنت وانت بتتكلمي بتقولي ان في حاجات احنا مسؤولين عنها وفي حاجات مش مسؤولين عنها. في حاجات كمان مهمه جدا، العامل الوراثي مهم جدا في الموضوع ده. في بنات صغيرين عندها 18 سنه و19 سنه وعندها نسبه التجاعيد في المنطقه دي عاليه جدا. يعني ده بيبقى وراثه كمان، برضه في وراثه فيها. فاحنا هنا المنطقه دي اتحكي كده كارلين، لو احنا شايفين من هنا من الجنب اتحكي جامد. اوكي هي ما عندهاش تجاعيد كتيره زي اللي موجوده في منطقه الجبهه. اوكي خلاص بس محتاجه سنه ان هي تفتح عند الحاجب شويه او تفتح العين شويه زي ما بنقول. نرفع لها الحاجب شويه سنه. فاحنا هنا محتاجين نعمل كارلين بوتوكس. أوكي. طيب هننزل شويه لتحت للميد فيس في المنطقه دي. هنا عندها خدود كتير. اوكي بس التشيك بون بتاعتها يعني هي عندها خدود ولكن واقعه شويه، عايزه تترفع، محتاجه تترفع شويه من هنا ومن هنا. الحاجه الثانيه انها محتاجه تعمل هنا كمان النسوليبيا خط الابتسامه وهي ثابته. لا وهي ثابته محتاجه، بصوا لما بنرفع كده يبقى هنا خط الابتسامه انا مش هشتغله بس من النسوليبيا، هشتغله كمان من عند التشيك بون من هنا. هرفع لها المنطقه دي. زمان اللي هو انا بشتغل في المكان نفسه. لا انا بشد، انا بلعب على الوش وبعد كده ابتدي ارفع. طيب الحاجة التانية وبرضه احنا يعني بنقولها تاني، عندنا الشفايف، شفايف هنا صغيرة جدا خلاص عن الشفايف اللي تحت. طبيعي ان الشفايف اللي تحت تبقى أكبر من 1.6 حلو قوي، ودي تبقى طالعة بارزة لبره يعني حوالي ملي أو 2 ملي خلاص. فهي طبعا دي راجعة لورا، فاحنا اللعب كله النهاردة هيبقى على الشفايف اللي العلوية. يعني مش أي حد يجي عند حضرتك يبقى عايز يحقن شفايف يبقى أنا حقنه فوق وتحت. لا على حسب ما على حسب هي هتبقى محتاجه ايه. يعني حتى لو هنعمل تحت هيبقى بس زي كونتور خفيف في المنطقه بتاعه ال ممكن اقطعك بس واقول حاجه؟ اتفضل. هو ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ ميرسي. ايه القمر والشياكه دي يا دكتور؟ ميرسي. طيب هنتكلم برضو لو احنا بصينا من الجنب، معلش زومي على الوش من هنا. اوكي لا خلينا كده. هنا برضو المنطقه بتاعه الدقن راجع لورا قوي، فمخليالي كان عندها المنطقه دي عاليه قوي. لما هشد دي لقدام وهبتدي ارفع دي لفوق خلاص هيبتدي يتحدد لي جو لاين بتاع كارولين. طبعا كارولين هتبقى هنستضيفها معانا في كذا حلقه. هنعمل النهارده، هنبتدي النهارده معاها الشفايف وهنعمل لها الدقن، وممكن لو الوقت سمح معانا ناخد لها كمان الخدود. هنعمل التشيك بون، هنعليها سنه. هنعلي سنه. حلو قوي الكلام ده.